أبدأ بالترتيب العكسي حيث انتهيت. أبدأ بالدكتور عبد العظيم، ثم دكتورة لطيفة، ثم تفضل. أشكر كل من أهدى لي نصحا ففوق كل ذي علم عليم. شكر جماعة، وخاصة الدكتور إلياس، على أساس أنه من وطن نتحدث عنه، فأهل فلسطين أدرى بشعبها منه، فنشكر لكم جميعا. دكتورة لطيفة، على رأي أن من بين المداخلات فقط سؤالي يقول هل يحصل للأمازيغ الاحتفاظ بلغتهم هكذا؟ طبعا الآن في المغرب ربما أنتم تتبعتم أو تسمعون عن قضية الأمازيغية في المغرب، والتي أصبحت الآن فارغة وجودها، وحتى أن في آخر دستور جديد ديال 2011، والدستور الذي أتى إثر الربيع العربي، فإنه نص من بين نصوص اللغة العربية اللغة الرسمية إلى جانب اللغة الأمازيغية. ثم أصبح أو في السنوات الأخيرة أسس المعهد الملكي للدراسة الأمازيغية، وهو من أكبر المعاهد في الجامعة المغربية وفي المغرب، والذي يعمل على إعادة كتابة اللغة الأمازيغية وتحيينها وطبعا وتفعيلها. ولكن رغم ذلك فالمجهود لا زال ضعيفا، بحيث لا زال يحتاج إلى تفعيل مزدوج من طرف الدولة طبعا ومن طرف المهتمين بالقضية. وشكرا. شكرا دكتور عبد الرحيم. طيب شكرا على الأسئلة. يعني في مداخلة مطولة من أستاذنا دكتور موسوي، وصحيح في عدة فروع فيها، ولكن بعتقد فيما يتعلق بالتنقيب يعني لم أوظف مداخلة فوكور، أوظفه في أماكن أخرى غير هذا البحث، هذا من خلالنا السياسي مع موقفه من القضية الفلسطينية، ولكن هو يدرس في ديرزيف وقدرنا يكتبون تطروحات نظرية عن فوقوف المنهج، ولكن كان الـ يعني الالتفات إلى مجال التنقيب هو آت من تداخل هذا البحث في السياق الفني والبصريات على أمد طويل. كان هناك مؤتمر في اسطنبول احتفاء بالعام 20 على انشاء جامعه بلجي وبلجي يونيفرسيتي وصدور كتاب النقاب لنيلوفر جولر، وكانت هذه مداخله. والان اتي بالنقطه الاشكاليه ربما في كل ما دار من نقاش اعتقادي حول اوليه المصادر الشرقيه على المصادر الاوروبيه فيما يتعلق ب أجندة الفن والبصريات المعاصرة. وقدمنا مداخلة إشارات الطرق حول الفيسينج وإي فيسينج أو التجلي والمحو مع أستاذة صديقة هي أن روكستين، التي تحدثت أيضا عن نصوص ميديفال متوسط يعني قرون أوسطية تتعلق بالأصول الشرقية لبعض المعالم الكبرى في الفن ونظريات الفن الأوروبي. على أي حال هذا كان مساهمة في التنقيب، ولكن ربما لم ألتقط النقطة بشكل جيد. لم يكن لدي ارتياح زائد فيما يتعلق بالمنهاج الفلسطيني، ولا أذكر أنني امتدحت المنهاج الفلسطيني، لأنه المنهاج الفلسطيني أستاذنا مسوي هل قصدت المنهاج المدرسي؟ لم أشير إلى المنهاج المدرسي. المنهاج المدرسي بالعكس، يعني اشتغلنا على كتاب لمدة 7 سنوات في تحليل المنهاج المدرسي، اسمه المنهاج الفلسطيني إشكالات الهوية والمواطنة، وتقدم الأستاذ الدكتور إلياس عطالة ببحث
رائع فيه، اشتغل عليه قرابة 40 باحث يعني. وعلى الإطلاق يعني بالعكس كان غلاف الكتاب يقول إذا كان الحكمة البوذية، إذا كان لكل وظيفته يعني حتى لو خدم كمثال سيء فهذا المنهاج هو مثال سيء عن المنهاج، هذه وظيفة المنهاج. ولكن إذا كان الرأي فيما يتعلق بآليات المقاومة الفلسطينية المرافعة الحقوقية من ناحية، وتحديدا هي متجلية في فلسطين 48، لأنه في الأراضي الفلسطينية لا وجود للقانون، حتى في عندما يتدخل القانون الدولي جولد ستون يقول إنه وجود السلطة هو دليل على الاحتلال، يعني لا تطبيق للقانون على الإطلاق ولا مجال لتطبيق، ولكن داخل الدولة الصهيونية هناك مرافعة وهناك مناوعة وهناك نفار من بؤبؤ هذه الدولة في قانونها. يعني مشروع الدكتور عزيز بشارة اللي نفخر به كان لمقاومة هذه الفكرة حول يهودية الدولة، ومن هنا يأتي النقطة الأكثر أهمية باعتقادي وهي خصوصية الاستعمار الصهيوني لفلسطين. ليس كأي استعمار، ليس كالاستعمار الفرنكفوري وليس كالاستعمار الإنجليزي، هنا في استعمار إحلالي، استعمار استبدالي، استعمار قائم. وهنا ربما هذا يفتح سجال واسع بعد النقاش، هناك كم هائل من الفاشية العربية، وأنا أعتز بعروبتي ضد اليهود العرب. اليهودية ديانة وليست إثنية، يعني ليست اليهودية نحن ليس الخلاف مع اليهودية، الخلاف مع الصهيونية. وبدل أن يكون اليهود ذريعة في يد الصهيونية، نحاول أن نجعل من اليهود عبئاً على الصهيونية. ببلاغة أيضاً، هذا ليس مجاملة للدكتور عزمي، ولكن من في البداية كانت الصهيونية تيار أقلية في اليهودية، الآن نرغب في أن تكون اليهودية تيار أقلية في الصهيونية. بمعنى، وهذا مداخلة زميل الدكتور موسى والأستاذ جيل أنيجا، كيف صنع اليهودي؟ كيف تم التمييز بين هوية اليهودي مقابل العرب كنقيضين؟ هناك يهود عرب كما يوجد مسلمين عرب ومسيحيين عرب. أوروبا صنعت هذا العدو اللاهوتي theological enemy والعدو الدين في محاكم التفتيش، وانسرت ذلك إلى أن أنتج التنوير الأوروبي التنوير وأطلق على اسم اليهودي الهش في معسكرات الإبادة وتحديداً في أوشفيتس مسلمات. طبعاً مثقفين مدرسة فرانكفورت غيره بريمو ليف يقول لك ما لهاش علاقة هاي بالمسلم. طب من وين جاءت؟ ما أود قوله أنه العداء ليس لليهود والعداء ليس للعبريين، يعني المثل أو الحديث إن كان صحيحاً من تعلم لغة قوم أمن شرهم، لا، من تعلم لغة قوم أيضاً أحبهم. ليس لنا عداء مع العبرية إلا بوصفها لغة احتلال، وليس لنا عداء مع اليهود إلا بوصفهم محتلين وصهاينة. ولذا يجب التمييز بشكل واضح بين اليهودي والصهيوني والإسرائيلي. لدينا إسرائيليون يحملون الجنسية الإسرائيلية في هذه القاعة. على أي حال، أما فيما يتعلق ب يعني مقاربات العبرية والعربية ومشكلة إنه العربية في خطر لأنه الفلسطينيين مش عارف، ولا لا، في كاتبين يعني أنطون شماس وبينهما يعني هو تشبه النوم وسعد قشور، يعني اثنان يكتبان بالعبرية وكل واحد جاء من مدرسة مختلفة ولأسباب مختلفة. باعتقادي انه الاشكال الحقيقي ليس في تلاشي اللغة العربية، الاشكال الحقيقي في اغتصاب الصهيونية لليهود واغتصاب الصهيونية للغة العبرية واغتصاب الصهيونية لفلسطين والفلسطينيين. اللي بكتبه حنان حيدر احد اكبر يعني المنظرين لفكرة، يعني هو يصور على انه الليبرالي او يعني من جماعة الذين صهيوا المقاطعة لإسرائيل ومن الناس اللي يعني متعاطفين مع القضية الفلسطينية، كتب بـ 98 عن المعرض كتاب بمباني الأمة في القدس عنوانه أدب يكتب من هنا، وبمناسبة 50 سنة على بداية تدشين الأدب العبري كأدب لدولة الاحتلال، واستعرض فيه كيف تحول الأدب إلى مسرح وفيلم وإلى آخره، وأنت تمر في هذا المعرض 25 دقيقة، وعرف
الادب العبري لانه ادب يكتب من هنا، مش بالضروره الادب العبري. وضع الادب الفلسطيني على شيء يسمى صينيه الفضه، المسار الخامس في ست مسارات شكلت هذا الادب الاسرائيلي، عرف الادب العبري بانه الادب الاسرائيلي. يعني هناك نقاش يطول، ولكن انا اتمنى على الجميع عدم ظلم اليهود بجريره الصهيونيه. يجب ان يتحول نضال العرب والعلماء العربيه الى تحرير العداء للغه العبريه، لان اعتقد انها لغه فيها طرق بلاغيه جميله. معرفتي فيها تتضارب مع استاذنا الياس الموجود بالقاع، ولكن ان اليهودي عن لغته التي اصبحت لغه استعماريه. اللغه العربيه في بعض التاريخ العربي كانت ايضا لغه استعماريه، ليس في ذلك اساءه للعربيه وانما اساءه للعرب الذين كانت فيهم بعض الروح الاستعماريه. يعني ملحق.